علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي على تأهل فريقه إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال البطولة العربية بعد التعادل أمام الزمالك بهدف لكل فريق. وقاد كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي للتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية البطولة العربية للأندية على حساب الزمالك بعد التعادل بهدف لمثله في مباراة أقيمت مساء اليوم الخميس على استاد مدينة الملك فهد بالطائف ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثالثة. وقال رونالدو في تصريحات بعد المباراة عبر قناة SSC السعودية قائلا: النصر في البطولة العربية يتحسن من مباراة لأخرى. وأضاف كريستيانو قائلا: لم نقدم مستوى مميز في المباراة بسبب أرضية الملعب والعشب عالي الذي جعلنا لا نقدم كرة قدم جميلة. وتابع أيضا: الزمالك فريق قوي ومنظم ولم يجعلنا نلعب كرة قدم بسهولة. ورفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط لكنه يظل في المركز الثالث، وارتفع رصيد النصر إلى النقطة 5 ليتأهل في المركز الثاني ويلاقي الرجاء المغربي متصدر المجموعة الرابعة يوم الأحد المقبل، بينما تصدر الشباب السعودي المجموعة برصيد 7 نقاط بعدما فاز بدوره على الاتحاد المنستيري التونسي بهدف في مباراة أقيمت في نفس التوقيت. ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الوحدة الإماراتي صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة يوم الأحد المقبل، أما الاتحاد المنستيري فتذيل المجموعة بلا رصيد من النقاط بعد الخسارة في المباريات الثلاث.